أهلا بيكم. واحد راح لواحد جاره بس في نص الليل الساعة 12 بالليل، وطلب منه خدمة صغيرة. قال له خبط على الباب، أرجوك. نعم. قال له لو سمحت اديني 5 ترغيفة، أصل ليا واحد صاحبي جاي من السفر ومش عندي أكل أكله، يعني 5 ترغيفة. فقال له مش هينفع. قال له أنا نايم في السرير ومتغطي والدنيا برد، دلوقتي نص الليل، وبعدين العيال في حضني، لو قمت هصحي العيال، فلا هينفع أديلك ولا هينفع أصحي عيالي، والجو بره برد، مش هقدر أعمل، مش هعرف أضحي عشان خاطرك. بس لو نده عليه تاني وخبط عليه تاني هيقوم ويديله. ليه؟ لأنه جاره ولأنه صديقه. دي مش قصة أنا مخترعها، دي قصة قالها الرب يسوع بلسانه في الكتاب المقدس في الأناجيل. ده اسمه صديق نصف الليل. ورب يسوع بيعلق ويقول لما ده قام من عز نومه عشان يدي صاحبه، لأنه صاحبه في نص الليل، بس عرف يدي صاحبه. طب ربنا مش بيعرف يدي؟ عشان كده الدكتور باسم رشدي كتب الكلمات دي، بيقول له فيها ببابك لن أغادره ومن لي خل إلاك. أنا أروح لمين يعني؟ أيوة نص الليل صحيح، أيوة الدنيا تلج صحيح، أيوة أنت عندك حاجات كتير تعملها صحيح، بس أنا أروح لمين يعني؟ هاجي لك أنت وأخبط بابك أنت. ببابك لن أغادره ومن لي خل إلاك، من الخيرات أقرضني، شحتني، سلفني، اديني خير، أنا حياتي ناقصة خير، ممكن تديني خير من عندك يا رب. من الخيرات أقرضني، إلهي هبني نعماك. رباه أنت أمالي، أنت أمان أوقاتي، بين يديك آجالي، وهذا ضماني لحياتي. أنا هفضل ملطوع على الباب ده، مش هتحرك من هنا لغاية ما تديني اللي أنا عاوزه، مش عشان أنا لحوح، لكن عشان أنت قلبك طيب. حتى لو في نص الليل هتديني، حتى لو في وسط ظروف الصعبة هتديني، حتى لو أنا مستاهلش ومستحقش هتديني. أنا ملطوع على بابك ومش هتحرك من هنا إلا يا رب لما تديني. إيه الإصرار ده؟ إيه الروعة دي؟ تعال رنم معايا الكلمات اللي جاية دي. ببابك لن أغادره ومن لي خل إلاك، ببابك لن أغادره ومن لي خل إلاك، من الخيرات أقرضني إلهي هبني نعمة. ببابك لن أغادره ومن لي خل إلاك، من الخيرات أقرضني إلهي هبني نعماك. بكيت أمام